ومن الركن الأزرق الوزن 76.7 كيلو، الطول 1.82 متر، متخصص بالأمامي من تونس، منير لدز. من الركن الأحمر الوزن 75 كيلو، الطول 1.78 متر، ومتخصص أيضاً بالأمامي من المغرب، أنا سراج منير. Protect yourself at all time. Obey my command at all time. If you want to touch love, do it now. Go back to your corner. عمار اللي يحبون لعبة ستريت فايتر شاهدوا الهدوكن كالعادة من أنس سراج منير. أنس سراج منير لاعب جميل محمد، أنا في وجهة نظري أتوقع أن المباراة راح تكون قوية وحماسية، وأتوقع أن الفوز راح يكون من نصيب أنس سراج منير. مباراة صراحة من العيار الثقيل، أنا صراحة ما أقدر أخمن. مباراة جميلة جدا بين لاعبين كبار. هذا شوف محمد، أنس يحاول يدرس الخصم وأكيد درسه من قبل على الانترنت. يحاول أنس ويحاول منير سنايبر، هل يستطيع السنايبر أن يغرس السم في وجه أو في جسم أنس سراج منير؟ نعم، القناص منير العزيز جس نبض حاليا، ما في ضربات واضحة من الطرفين، كل حد ينتظر الثاني، كل واحد يحاول يدرس نعم. الخصم محمد. أنس أعزائي المشاهدين بالشرط الأزرق ومنير بالشرط الأحمر والأبيض، هنا في مدينة الحسين في قاعة الأرينا تعود ديزرت فوس. حلوة، هذه كانت محاولة من منير لكن أنس تراجع يسارية من أنس لكن لا تصيب جسم منير، جس النبض الآن. كان يفكر بالسوبرمان بانش أو لكمة سوبرمان. طبعا أنس محمد متميز بمرة بواحد من مبارياته استطاع أن يهزم خصمه بركلة خلفية رائعة محمد. نعم، ونوهنا للجمهور أنه يحاول أن يعني يدخل على الانترنت ويشاهد هذه المباراة لأنها كانت من أفضل الضربات القاضية. خلفية لكمة خلفية جميلة دائرية من أنس سراج منير، انفجار، قوة انفجارية قوية من أنس. جس النبض، رجع على جس النبض محمد. طبعا محمد كومبينيشن قوي من أنس محمد. طبعا هو عودنا على التسلسل الهجومي في مباراة الأخيرة أمام علي أهلي، هنا كانت لكمة خطافية من أنس ولكن منير يرد، منير يرد. هلالية يمنى، هلالية جميلة من منير. جس النبض صراحة محمد مباراة قوية بادية قوية من الجولة الأولى، نتمنى إن شاء الله أن نشوف الإثارة والمتعة في هذه المباراة. طبعا أحب أنوه أيضا أن حلوة هذه كانت ركلة خلفية جميلة استعراضية من منير، عفوا من أنس منير، يرد عليه، يرد عليه منير واحدة بواحدة والبادية أظلم، ويبتسم له واحدة بواحدة والبادية أظلم يا محمد. مباراة قوية حماسية يعني ان شاء الله الجمهور كله يترقب. لكمة يمنى عمار، بس احب انوه قبل ما يصير اي شيء ان منير يتدرب. لكمة قوية من انس، هنا قوية من لذيذ، ولكن هنا التحام الان، التحام من انس جميل، اسقاط جميل، سيطرة جانبية من انس سراج منير. كنت بقول عمار ان اللاعب التونسي منير العزيز يتدرب مع جوكان ساكي أسطورة الكي 1 هناك في دبي، ولكن سنرى الآن ما في جعبته بالقتال الأرضي، شاهدناه في بطولات جيجيتسو عديدة نوغي أو بدون اللبس. شوف الآن أعزائي المشاهدين، أنس يحاول أنه يمسك برقبة لذيذ ويحاول يعطيه ضربة بالكوع محمد باليد. أنس اليمنى أعزائي المشاهدين الآن يفكر بالتقييد الذراع عمر هنا، لكن فلتت من إيده. ويرد على يرد ركلة منير. من الأعلى وركلة من الأسفل عمار. منير يتميز بساقين طويلة محمد. المباراة سجال واحدة بواحدة، يحاول الآن
انس سراج منير السيطره تعود الجانبيه. شوف كيف هرب من الهاف جارد عمار والى السيطره الجانبيه مره اخرى. لا يعني يجب ان لا نستنيضا بقدرات انس سراج منير بالجوجيتسو البرازيليه عمار. صحيح لاعب جوجيتسو برازيليه. هنا نشاهد الركبة على الصدر عمار كانت في محاوله للسيطره الكامله. يضع وضع بوضعيه الجلاتين منير يضع نفسه في موقف لو استطاع أنس سراج منير أن يمسك بخنقة الجيلاتين راح تكون صعبة. 40 ثانية تفصلنا عن نهاية الجولة الأولى من هذه المباراة. مرت بسرعة محمد. نعم. مباراة ممتعة. ممتعة جدا من لاعبين كبار صاحب خبرة في الفنون القتالية المختلطة. يحاول أنا كوندا تشوك أنس سراج منير حاول ولكن لم يستطيع لأن منير فاهم اللعبة. شوف هذه أعزائي المشاهدين. يحاول أنس سراج منير بالأناكوندا تشوك هنا أخذ الظهر. نعم تحول إلى الخلف وحلوة من منير قدر أنه يرجع لكن بعد ما حط الجارد يحاول أن يرجع الدفاعات لكن أيضا النورث ساوث الآن. نعم أنس بالنورث ساوث. انتهت الجولة الأولى بنظر الشخصي عمار بتفوق أنس سراج منير. ما رأيك؟ نظري معك محمد وجد أنا متفق معك أن أنس سراج منير هو اللي استطاع بالجولة الأولى السيطرة من إسقاط من تسديد لكمات من سيطرة جانبية أكثر من مرة. هنا طبعا الإعادة عمار هنا الالتحام اللي قدر أنس سراج منير أنه يستخدم الالتحام هذا بإسقاط إسقاط قوي كان العزيز. محمد نعم إسقاط جميل قوي كان جميل. على السيطرة على طول على السيطرة الجانبية. هنا اللكمة اللي أتت من الأعلى من أنس. مباراة من العيار الثقيل طبعا أعزائي المشاهدين نحب أن ننوه أن منير العزيز هذه أول مباراة له في بطولة الديزرت فور كان يلعب بمنظمات قتالية مختلفة أخرى. وعمار أيضا أحب أنوه للجمهور أن بعد نهاية مباراة أنس سراج منير وعلي أهلي الوحيد اللي تحدى أنس سراج منير وقال أبي أتحدى أنس سراج منير كان منير العزيز. ما حد كان يبي يتحداه كان يريد منير العزيز الثأر لعلي أهلي بما أنهم بنفس الفريق تيم نوغيرا. تيم نوغيرا صحيح. طبعا حكم هذه المباراة ما تحدثنا عنها في البداية لكن حكم دائما نشاهد على قفص ديزرت فورس أو في قفص ديزرت فورس الحكم العالمي حكم الكندي إيف لافين مرة أخرى في ديزرت فورس. حكم من حكام النخبة في الفنون القتالية المختلطة. أحب أنوه أن كان عندنا حكم عربي من الأردن اللاعب يزن غطاس حكم المباريات الأولى ونتمنى له التوفيق. الجولة الثانية الآن 5 دقائق. مباراة رائعة جس النبض الآن نشوف موروكان سنسيشن وضد السنايبر. القناص ركلة أمامية شبيهة بركلة أندرسون سيلفا على فيتور بلفورد. تنويع في الهجوم. لاعبين من العيار الثقيل محمد هنا في بطولة ديزرت فورس. جس النبض الآن نشوف أنس مسيطر على وسط الحلبة. مستقيمة ويرد بمستقيمة. لكمة بلكمة عمار. هنا ركلة سفلية يسرى على الفخذ الأيسر لأنس سراج منير. أظن محمد بوجهة نظري أنس يجب عليه أن يأخذ النزال على الأرض. يبدو أنه تفوق على الأرض في الجولة الأولى. أو يجب إذا أراد أن ينهيها يجب أن ينهيها على الأرض. ركلة خارجية لكن لا تصيب. هلالية. شوف تنويع الهجوم عمار. هلالية أخرى. تنويع الهجوم كان مركز على السفليات الآن الهلاليات العاليات من قبل القناص. حلوة. يحاول أن يؤذي ساق أنس سراج منير اللاعب منير لذيذ. كان يفكر حلوة. كان يفكر منير لكن أبعد أنس بركلة أمامية. نعم. شوف اللعب السريع من الطرفين عمار. لعب قوي مباراة. كومبينيشن قوي. تسلسل بلكمات وركلات جميلة من القناص. منير رائع وأنس رائع. حلوة هذه كانت جميلة. كابويرا. أكس كيك يسمونها عمار. شفنا تقريبا أكس كيك. شفنا حركات كابويرا من أنس سراج منير قبل ما يضرب الكيك. الركلات السفلية دائما يعني أشوف ركلات سفلية لكن ينوع الهجوم القناص بتحويلها إلى ركلات هلالية عمار مثل ما شاهدنا.
هل يا ترى سوف تنتهي المباراة على الواقف أو أحد اللاعبين سوف لكمة يسرى جميلة، ابتسامة جميلة من أنس، قال كأنه قاعد يقول صتني يا لا لا ما توقعها أنس أو قنصتني يا القناص، ما توقعها أنس، ما توقعها أنس، مباراة حلوة ولهذا كانت الابتسامة موجودة من قبل أنس. العادة على جزء من الشاشة أعزائي المشاهدين، دقيقتين و29 ثانية. لكمة يسرى جميلة من القناص لكن بسرعة أنس سراج منير، إسقاط جميل مرة أخرى من أنس، استرجع قواه وأصبح الآن في وضعية مسيطر فيها على رأس زلق نعم. أنس أعزائي المشاهدين، أنس زلق، ما كانت ضربة، الآن أنس يحاول خنقة الجيلاتين. شاهدنا هذا في الجولة الأولى عمار، لكن هنا محاولة من القناص منير بالوقوف والخروج من هذه الأزمة، يعني بس ركبة قوية، ركبة جميلة يمنى من أنس منير. نشوف الآن تعود دقيقة وأربعين ثانية أعزائي المشاهدين، مباراة مليئة بالحماسة صراحة، مباراة احترافية بمعنى الكلمة، حتى الحكم يبدو أنه مستانس من هالمباراة عمار. الجولة الثانية سجال بين أنس وبين لذيذ صراحة محمد، نعم. ما أقدر أقول وصلنا مين اللي فاز فيها. وصلنا إلى نصف المباراة أو الجولة، نصف الجولة الأهلية. قوية من منير لذيذ، مستقيمة لكمة يسرى جميلة على الجسد من القناص. أظن الجولة لحد الآن تعود إلى منير لذيذ، نعم، بسبب اللكمة اللي أسقط فيها منير، لكن أيضا تحسب لمنير قوي السيطرة من منير. هنا دائما ما يتفوق منير في هذه الوضعية، مثل ما هنا حاول، لكن مرة أخرى القناص يقف. جميل جميل جميلة دفاعات القناص هذه الجولة عمار، حلوة دفاعات الجولة الأولى وهجوم محمد، شفنا ما شفنا دفاعات فقط، شفنا هجوم والتحامات قوية من منير ومن أنس. 30 ثانية تفصلنا، هنا محاولة الإسقاط من منير كانت بعيدة نوعا ما، مثل ما يقولون كوريوغراف، وهنا محاولة سيطرة جانبية مرة أخرى لأنيس، محاولة الواضح أن تنقص محمد منير لذيذ مهارات القتال الأرضي، يعني مع أن شفناه في بطولة جوجيتسو لكن أنيس أفضل منه من خلال هذه المباراة في القتال الأرضي عمار، أو السيطرة الأرضية. السيطرة الأرضية الآن أنا السراج منير، خمس ثواني عمار تفصلنا على المباراة، 2-1، ضربات بالمرفق على جسد القناص. إذا عمار لمن كانت هذه الجولة والله أنا بنظر الشخصي أنا راح أخلي الأمانة هذه في عنق الحكام، لأن كانت المباراة سجال بين أنس وبين منير. أنا لاحظت في هذه الجولة عمار دفاعات القناص، دفاعات من الإسقاط كانت أفضل من الجولة الأولى. هنا شاهد هنا ركلة، نعم شاهدنا الركلة اليسرى، محاولة بركلة يسرى من أنيس من أنس، ولكن رد عليه القناص بلكمة يمنى مضادة أسقط بها أنس. اللي يعاب على منير لذيذ أن الفنون القتالية الأرضية ما كانت قوية عنده، حاول أخذ كان فرصة بس ما قدر يأخذها. شفنا الهلالية القوية على رأس أنس سراج منير، رائعة مباراة رائعة. هنا كانت يمكن هذه اللقطة الأخيرة، ولكن عمار شاهدنا جولة ثانية، يعني صعب التكهن بمن فاز بها، جزء منها كان لأنس سراج وجزء آخر كان للقناص. الجولة الثالثة والأخيرة ستبدأ بعد قليل بين القناص أو اللي على الشاشة حاليا أنس سراج منير بالشورت الأزرق، والقناص صاحب الشورت الأحمر والأبيض. إذا إيف لافين، هذه الجولة الحاسمة محمد، نعم الجولة الأخيرة لهذه أو لهذا القتال الممتع. وأعترف أني أنا ظلمت منير لذيذ من الحكم الأول محمد، هو حسن من مستوى في الجولة الثانية صحيح،
جس النبض. اوه بدت الفنون الكيك بوكسينج وممارسه او تمرينها في المعسكر مع جوكان ساكي اسطوره الكي 1 واساطير كثيره يعني ما نقدر نعددها كلها سواء كانت بتيم نوغيرا او اتش ام فتنس بدبي. قويه قويه محمد. جس النبض يعني راح نشوف السيطره على وسط الحلبة اعزائي المشاهدين من اللاعب منير لذيذ وتسديد خطافيه يساريه لكن لا تصيب وجه انس سراج. محاوله هنا كانت بالركبه ركبه طائره يسمونها عمار ركبه وكانت سوبر بامباش حول ترانزيشن قوي كان ركله سفليه لكن غير فعاله محمد. نعم حلو الكومبينيشن تسلسل جميل بلكمات وركله انتهت بركله سفليه يسرى من قبل قناص. محاوله ضربه قاضيه قاضية من القناص يقنص أنس سراج منير. يا لها من ضربة قاضية لم يتوقعها الجميع في الجولة الثالثة. يا عمار يا لها من ركلة كانت قاضية من القناص في مباراة الأولى في ديزرت فورس. ضربة قاضية من القناص فعلا قناص قدر أن يقنص أنس سراج منير بهذه الركلة. واو ما أعرف كيف هنا شوف الإعادة لكمة يسرى تليها ركلة يمنى وتليها ضربة أخرى ضربتين. أعتقد أن أنس سراج منير فقد الوعي بعد الركلة الأولى. لنشاهد مرة ثانية مشاهدينا الكرام تستحق المشاهدة مرة أخرى من أفضل وأروع الضربات القاضية وبصراحة بنظري الشخصي من الضربات المخيفة في يعني الفنون قدم الطرد. أنا حضرت مباريات كثيرة هذه كانت مخيفة. هنا محاولة تمويه والركلة اليمنى سقط بها مباشرة على وجه محمد. واو نتمنى السلامة لأنس منير. أوف يا عمار مباراة يعني منير لذيذ الجمهور يحيي أنس منير. نتمنى السلامة على أنس سراج منير. الحمد لله هنا الإعادة مرة أخرى المرة الثالثة. شوف التمويه التمويه محمد بلكمة صاعدة لكن هنا الضربة وهو راجع عمار تليها لكمات لكن كلها اللكمات كانت بلا فائدة لأن أعتقد بعد الركلة الأولى الأولى كانت هي الفعالة والقوية. يا إلهي يا الله على المباراة أبا ماي صراحة هذه المباراة مباراة عمرو وهمان يعني نشف طريقنا مثل ما يقولوها. يبدو ان انس يريد ان ينهض